اسمحوا لنا أولا أن نقدم رسالة عرفان للرجل الذي لم تضل بوصلته قط إطلاقا منذ عرفناه، لا مصريا ولا عربيا ولا إنسانيا. رسالة عرفان. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا ابنك الطالب أحمد محمد، بلعب في ملعب الأسمرات، بطل القاهرة وجمهورية ومنتخب. أنا محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري. من المواطن المصري عماد الدين حسين. تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل. أنا من جينا يا عم الرئيس. أنا المواطن السناوي خليل بوفراج بوخليل. أنا محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر. واحد من أفراد الشعب اللي بيحبوك. أنا أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي إم سي. أنا المواطن المصري أحمد السقا. تحية طيبة وبعد. أنا بوجه لك رسالة. بتكلم مع حضرتك الكلام من القلب للقلب. اسمح لي ان انا ابدا كلامي برحله قضيناها مع حضرتك خلال 10 سنوات فاتت. بشكر حضرتك على كل المجهود اللي اتبذل خلال 10 سنين اللي فاتوا. شكرا يا ريس على الدعم اللي انت قدمته لنا لزهير الهمم، واحنا بقى لنا حقوق ونشارك في كل حاجه ودايما بتتكلم علينا. من اول يوم حضرتك عودتنا على الصدق والشجاعه ومصالحه ابناء الشعب المصري لمواجهه كتير من التحديات وتحقيق العديد من الإنجازات. إحنا بنشكرك لأنك قدمت لبلادك جهود وتضحيات وأعدت لمصر مكانتها المرموقة. من يمتك مش شكرين، وجزاك الله خير وما قصرت، وحرصت البلد وحرص حدودها ترى من الشردم والمشاكل، ودي بلد كبيري المكانش ريس فيه دماغ ما يقدرش يمسكي. البلد واجهت مشاكل صعبة تهدد يعني استقرارها الفعلي. لأول مرة شعرنا بخوف حقيقي على مصر. كان في تحدي الإرهاب طبعاً، يعني التحدي الأكبر على الإطلاق، ثم تحدي التنمية. رغم كل التحديات اللي كانت موجودة قدام حضرتك، لكن قبلت التحدي وشلت المسؤولية كاملة على عاتقك. يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص الشكر والتقدير لما لمسناه من إنجازات على مدار 10 سنوات مضت على مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية. ولمسين سيادتك قد إيه أنت تعبت عشان تنهب بالبلد ديت. أنا عايز أقول لك إني بحبك قوي وعايزك تفضل مكمل معانا. تحملت الطعنات من كل فج وصوت في صمت الأقوياء غير عابئ بأبواق الإفك. استطعت أن تعيد مصر إلى القارة الإفريقية، استطعت أن تعيد مصر إلى أمتها العربية، وخدت قرارات صعبة. وربنا يديك طول العمر ويخليك لينا ويثبت خطاك. الله يكون في عونك وربنا يستر عليك قد الشيلة. صح، أنا شاهد فترة اللي فاتت، فترة 10 سنين، على تغير كبير، تغير جريء. في 10 سنوات الماضية شهدت مصر تغييرا غير مسبوق في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية. الاهتمام بالمواطن المصري ده من أهم الإنجازات. المشروع التنموي حضرتك وحشدت لي كل مؤسسات الدولة وإمكانياتها لتسريع التنمية وتجهيز مصر للانتقال للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. واستطعت بمهارة ربان السفينة ومشرط جراح بارع أن تعالج تشوهات الماضي العتيق، وفي نفس الوقت وبدون كلل أن تضع اللبنة الحقيقية للجمهورية الجديدة. أشهد الله أن ما تحقق لم يتحقق من قبل، ولكن كانت إرادة الله وتصميمك والشعب اللي كله واقف وراك. قلت إن العفي مفيش حد هياكل لقمته. في البداية كلنا كنا مستغربين تسليح الجيش، الفلوس اللي بتتصرف على الجيش. دلوقتي بس عرفنا ليه بنصرف على التسليح وعلى الجيش. أظن دلوقتي بدأنا نفهم يعني يبقى عندك جيش وطني قوي، جيش مستقر، جيش مش مقسم، مفيش حروب أهلية في البلد. أحب أشكرك يا ريس على الأمان اللي تمت فيه البلاد بعد سنين صعيبة مرت بها مصر.
عشنا مع سيادتك إنجازات مهمة جدا في حياتنا، شفناها على أرض الواقع، شفنا إنجاز قوي جدا وهو إنهاء للعشوائيات. أول كنت قاعدة في الدويقة، هنا أول ما عرفت إن فيه هنا ملاعب مجانا وكده قدمت فيها وشاركت، وبقيت بطلع بطولات وبقيت بطل القاهرة أول حاجة بدأت بيها، وبعدين جمهورية وبعدين منتخب. أدرت كأس عالم كرة اليد في سنة 2021، جت في وقت الكوفيد، والحمد لله قدرنا كلنا كشعب مصري نقف وننجح هذه البطولة. نحن شايفين القيادة السياسية هي فعلا شغلها الشاغل عايزة تنجح مصر. كنا نتحدث دائما في العهود السابقة عن عدم وجود عدالة في التوزيع ما بين المحافظات وما بين الطبقات، ويأتي مشروع حياة كريمة يصل في وقت واحد إلى جميع الفئات المهمشة. قرى كانت محرومة من الصرف الصحي، من الكهرباء، من الطرق، من الوحدات الصحية. يكفيني كمواطن مصري أن أعيش في أمن وأمان على الرغم من الصعوبات والتحديات، ويكفيني كطبيب أن تشهد مصر هذه الطفرة الصحية غير مسبوقة من القضاء على فيروس سي والقضاء على قائم الانتظار. أنا شاهد على تغير قوانين، شاهد على تغير مشروعات على الأرض، تغير القوانين منها قانون المشروعات الصغيرة. ده كان حلم لكل شاب اللي يبقى عنده يقدر ازاي يعمل مشروعاته. وأنا شاهد على التطور اللي حصل في قطاع البترول، إن يحصل تطوير لجميع شركات البترول اللي هي ما تمدش إيد ليها التطوير من السبعينات، فتتطور القطاع العام وما نبيعش أي ولا نصفي أي شركة من شركات القطاع العام. شاهد أيضا على تطور التعليم الفني اللي كان دايما بيقال عليه إنه مقبرة للطلبة، أصبح أكبر نقطة جاذبة للطلبة. مصر كلها تحولت رقميا بفضل رؤية وضعت وتم تنفيذها بسرعة وبقوة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. لما عدت علينا ظروف الكورونا الصعبة، الناس اكتشفت ان عندنا بنية تحتية ممكن تستخدم في التعليم عن بعد، الناس اكتشفت ان عندنا قدرة اننا نعمل مدفوعات رقمية، مدينة الأدوية، الصناعات الكيماوية، إعادة الاعتبار وإحياء صناعة الغزل والنسيج وزراعة القط. قولا واحدا، لا يمكن لك أن تنمي بشرا دون أن يكون لديك حجرا حجرا، بمعنى أن يبقى عندك طريق، كوبري، مدرسة، مستشفى، وبعد كده يجي التنمية البشرية. بقيت أروح شغلي بشكل طبيعي جدا، وبقدر أن أنا أساوي ما بين شغلي وبيتي. في الأول كنت بسافر 4 ساعات ونص، دلوقتي في 2 ساعة ونص بكون في قلب الصعيد. اهتمام سيادتكم بصعيد مصر وبقرى مصر وبصحة المصريين وبالمرأة المصرية. أحب أشكرك رئيس، لأن أنا عندي ابني استفاد وأخد شقة بمساكن الشباب اللي حضرتكم بنيتوها. شكرا يا ريس على المدن الجديدة اللي حضرتك عملتها، اللي وفرت شقق لينا ووفرت شغل كتير لناس. وأنا شخصياً وقفت عن الشغل في 2020 في وقت الكورونا، لكن بتوجيهات حضرتك استفدت من منظومة العمالة الغير منتظمة. اللي أثر فيه مش بس الإصلاح الاقتصادي، مش بس شجاعة القرار، ولكن الحزمة الاجتماعية اللي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية. أنا بشكر ربنا من أجل بلدنا. شكراً لك يا سيادة الرئيس على معاش تكافل وكرامة، ده ساعدني في تعليم أولادي. كل الشكر والتقدير فخامة الرئيس على المجهود المضني الذي بذلتموه في الحفاظ على القضية الفلسطينية، وبالتوازي الحفاظ على أمننا القومي، ومنع تهجير الفلسطينيين والحفاظ على تراب سيناء الحبيبة. احنا في موضوع أهل غزة معاك معاك معاك، احنا نقول يا جبل مهدك الريح، انت ما دامت على حق لا تخاف. موضوع غزة دي ادعمهم بكل ما اتيت من قوة، خد من قوتنا وديهم. ما توافقش يا ريس على الضغوطات. أنا شخصياً بدعم سيادتكم سياسياً، خصوصاً تحت الضغوط السياسية اللي بنتعرض ليها من العالم كله، وإلا لم يكن له لازمة كل اللي احنا عملناه من قبل 67 لغاية دلوقتي في سيناء. وبعدين كتر خيرك انك انت واقفة النهاردة بتحارب ايه؟ ما انت بتحارب قوة عظمى. وقفتك ضدهم أثبتت ان انت مصري أصيل. وقفة رئيس جمهورية بيعلي من شأن بلده. أنا سمعت حضرتك إن أنت تبرعت بحملتك في أهل غزة، وإحنا نتبرع معاك. قرار حضرتك بعلاج الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، هذا القرار أسلك صدورنا. هنفضل داعمين لقرارات السياسية اللي حضرتك خدتها، داعمين لأهالينا في غزة بالكامل. وإحنا معاك وفي ظهرك.
وربنا يقويك. ونحن في كل لحظة نفوت سيادتك في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وبدعي لك بالتوفيق، وبشكرك يا ريس على دعمك لأهلنا وأخوتنا في فلسطين وغزة، وإن شاء الله تستمر وتكمل المشوار. إحنا معاك لنعمك وبنقول لك كم دعمك لغزة مهم يا ريس، وإن شاء الله اللي جاي أحلى بكتير. أتمنى أن كل واحد فينا في البلد دي يبذل أقصى جهد في مجاله. وباسمي وباسم كل مصري أعاهد سيادتكم على بذل مزيد من الجهد والعمل، وفي صف واحد داعمون ومستعدون لبذل الغالي والنفيس. نثق في أنك قادر على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وربنا يبارك لنا فيك وربنا يقويك، وإحنا معاك يا ريس. أنا بأيدك قلباً وقالباً. ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك وهيكرمك وإن شاء الله وإحنا معاك. شكراً يا ريس على كل الحاجات اللي عملتها لمصر.